إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام إن شاء الله. كما وعدناكم دائما كل مساء في حي من الأحياء. اليوم أنا متواجدين في حي الرياضي رحمه الله، رجل التربية والتعليم، الله يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه إن شاء الله. معنا الحاج، كنت عرفت عليك الحاج بالباب ولا الباع. قلنا في رمضان خويا، رمضان شرف مبارك، ان شاء الله خير والسلام والسلام والامن والصحه والعافيه والجزائر وبلاد الاسلاميه كافه. كما نحن في الشعب سؤال اليوم لماذا ميز الله سبحانه وتعالى شهر رمضان؟ لماذا ميز الله شهر رمضان؟ لماذا ميز الله شهر رمضان؟ لماذا ميزه؟ اي لماذا ميز الله سبحانه وتعالى شهر رمضان؟ من؟ بماذا ميز الله شهر رمضان؟ بالقرآن الكريم. ميز الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بالقرآن الكريم، بالقرآن أنزل فيه القرآن الكريم. جواب صح، إجابة صحيحة، جابوها. ميز الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بالقرآن الكريم، أنزل القرآن الكريم، أنزله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبهذا يفوز معنا الطالب أو التلميذ. ملاطي سعد، سنة خامسة ابتدائي، بأي مدرسة؟ رياضي مطار. بارك الله فيك. هكذا هم أبناء مسعد، ولاية مسعد المنتدبة، وإن شاء الله كما قال الحاج بلبان، إن شاء الله تعود مسعد ولاية كاملة الصلاحيات، وإن شاء الله صوموا في العافية، اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة يا رب العالمين. إن شاء الله نتمنى أن تنصر غزة، ويكون هؤلاء البراعم يكونوا مشاعر في هذه المدينة، مدينة مسعد، مدينة العلم والعلماء. وبارك الله في الطفل أو التلميذ ملاطي سعد. نبدأ بالجائزة الأولى، وهي كتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب الله هو كلام الله الذي أنزله على الحبيب المصطفى في شهر رمضان، وهو المعجزة الخالدة. والجائزة الثانية، شد معنا، والجائزة الثانية هي 1000 دينار جزائري. تفضل. في حي، وشكرا لاخينا بطاش، الاخ بطاش. قلنا في شهر رمضان، قلنا في شهر رمضان، كلمه في شهر رمضان، كلمه في شهر رمضان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. رمضان مبارك ان شاء الله، وكل عام ان شاء الله وانتم بخير. واولادكم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هيا بطاش، كلمه في حق رمضان. كلمه كما اللي قالها، يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصلاه ان شاء الله. الله يزيد على حساب الطالب في الجامعة. ممكن تعرف عليك؟ أنا ما تروحش سما الله. زرقاء وين؟ وين ما تصبرني. مسجد العبادة بارك وصلنا إحنا وين حد؟ 14. الله يبارك ربي يحفظه إن شاء الله.
دكتور عوينة أحمد فتقرنا شوية آيات آيات جديدة بالتالي تقرنا آيات جديدة يتجوز إلى كتب عليك الله يبارك ربي يوفق ان شاء الله وربي يوفق ابناءنا في المدارس الاسرائيليه ونقول للاولياء استثمروا 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 في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى لابنائكم وبناتكم لانه الحافظ انه الحافظ لابنائكم وبناتكم القران الكريم انتظرونا غدا ان شاء الله مساء في حي من الاحياء احياء مسعد العريقه شكرا لكم بيعبد الشيخ